السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم راح أقدم لكم بسبوسة بالقشطة ناجحة ومضمونة 100% وبأسهل طريقة، إن شاء الله تجربوها وتحبوها. لتشوفوا الطريقة رافقوني لمطبخي ونوروني بحضوركم. بالبداية رح أجهز القطير، بضيف كاستين سكر بطنجرة ورح أضيف كاسة مية وبحركهم شوية وبخليها على الغاز على حرارة عالية لحد ما يغلى. بعد ما غلي القطير بضيف معلقة صغيرة عصير ليمون وبخفض حرارة الغاز وبخليه لحد ما يجهز لمدة 5 دقايق تقريبا. بعد ما جهز القطير بضيف معلقة صغيرة مية الورد وفيكم تضيفوا مية الزهر وبحركهم شوي وبكيمها عن الغاز وبخليها تبرد. المقادير اللي راح احتاجها لتجهيز خليط البسبوسة: 2 كوب سميد، 1 كوب سكر، 1.5 كوب لبن، 1 كوب جوز الهند، بيضة بحرارة الغرفة، 2 ملاعق صغار فانيليا، 2 ملاعق صغار بيكنج باودر، و3/4 كوب زيت ذرة. ولتجهيز خليط البسبوسة بضيف البيضة بوعاء ورح أضيف السكر والفانيليا واخفقهم شوية. بضيف الزيت واللبن على الخليط وبخفقهم. بعد ما خفقت كل المقادير بضيف المقادير الجافة، برث جوز الهند والسميد والبيكنج باودر وبخلطهم ليكون الخليط جاهز. هون عندي الكالب اللي رح استخدمه، حجمه 26 × 26 سنتيمتر، فيكم تستخدموا اي كالب متوفر عندكم. رح ادهنه بمعلقة طحينة. ضيف قسم من خليط البسبوسة بالكالب، والخليط لازم يكون قوامه ثقيل شوي ما يكون رخو، واذا شفتوا الخليط كثير جامد بتزيدوه شوية حليب. بعد ما ضفت خليط البسبوسة بالكالب بوزعه بشكل متساوي. رح ادخلها على الفرن، والفرن انا شغلته قبل بوقت على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت لحد ما تتماسك لمدة 10 دقايق تقريبا. ولتجهيز القشطة راح احتاج علبة قشطة، 5 معالق كبار نشا، 4 اكواب حليب، 2 ملاعق كبار سكر، و4 قطع جبنة كريمي. ولتجهيز القشطة بضيف الحليب بطنجرة وراح اضيف السكر والنشا واخلطهم على البارد. بعدها راح احط الطنجرة على الغاز على حرارة متوسطة مع استمرار التحريك لحد ما يغلى ويتكل قوام الخليط. بعد ما غلي وثقل قوامه بضيف القشطة والجبن الكريمي وبخلطهم منيح لتكون القشطة جاهزة.
هون عندي القشطة بعد ما جهزت، هيك بيكون قوامها، والبسبوسة اللي طلعتها من الفرن بتكون بردت منيح. رح أوزع القشطة فوق البسبوسة. عند القسم الثاني من الخليط بضيف عليه حليب تقريبا 4 معالق كبار، وبخلطهم ليكون قوامه رخو شوية. هون عند الخليط بعد ما ضفت الحليب هيك بيكون قوامه، رح اوزع خليط البسبوسة فوق الكشطة بلطف، ورح اعملها بشكل متساوي. بعد ما جهزتها راح أدخلها على الفرن، والفرن أنا شغلته قبل بوقت على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت لحد ما تجهز وتاخذ لون حلو. بتاخد وقت من 25 ل 30 دقيقة تقريبا مع المراقبة. بعد ما جهزت طلعتها من الفرن، ورح أضيف عليها القطر على طول. القطر لازم يكون بارد والبسبوسة سخنة، ورح أعمل الحواف بالسكين مشان القطر ينزل على الطبقة الثانية. بعد ما تشربت القطر وصارت بحرارة الغرفة، راح أدخلها على الثلاجة لحد ما تبرد منيح ل4 ساعات تقريبا. بعد ما بردت منيح طلعتها من الثلاجة، وراح أكيم إطار الكالب وأزينها ببرش جوز الهند. هون عند البسبوسة بالقشطة بعد ما جهزت، في ناس بيسموها بسبوسة طبقات أو بسبوسة محشية بالقشطة، زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكلها بيشهي. ورح اقسم لكم قطعة مشان تشوفوها. الوصفة كثير طيبة ولذيذة وطعمها بيجنن، بنصحكم تجربوها.
إن شاء الله تكون وصفتي لليوم عجبتكم، وإذا عجبتكم وصفتي ما تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتحطوا كمان لايك وتعليق مشان أعرف رأيكم بوصفتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.